غادي يلقاو بارك. اذا مشاهدي شوف تي في، تحيه طيبه لجميع المتابعين. اذا كما كتشوفوا معنا احنا في مدينه الناظور بطبيعه الحال، اذا البراجات يعني المراقبه كذلك كما كتشوفوا معنا يعني في مداخل مدينه الناظور، يعني المراقبه صارمه بطبيعه الحال. الضرب بيد من حديد على المحرضين بطبيعه الحال. كما كتشوفوا معنا هذا باراج، كاين عاوتاني باراج اللي هي هات. حنا بغينا نديرو هاد الجوله هادي داخل المدينه بطبيعه الحال. الزميل ديالنا السي العلوي راه في الجهه ديال اليسار بطبيعه الحال، وحنا رحنا في الناظور، لان حتى الناظور بطبيعه الحال راه اليسار الناظور يعني راه لاصقه معاها، نقدر نقولو مدينه وحده. نصورو لكم الاجواء يعني حتى وسط المدينه، يعني الاجراءات الامنيه ليست في فقط في اليسار، ولكن سكسير من هاد، ولكن الاجراءات الامنيه حتى هنايا في الناظور بطبيعه الحال، الدوريات تاع الشرطه كان تيب تي باراج المراقبه يعني صارمه بطبيعه الحال. نشوف تي في كنقول لكم يعني من كل اماكن هنا باقليم الناظور بطبيعه الحال. بقاو معنا تبعوا معنا نشوفوا شفنا الباراج الاول، وكان واحد الباراج اخر عاوتاني حتى هو هنايا، لان حنا درنا واحد الدوره استطلاعيه شفنا الاماكن اللي فيها رجال الامن الوطني كنحييهم، هما رجال الدرك الملكي اللي كيقوموا بجهودات جباره بطبيعه الحال، وقوات المساعده حتى هما، الوقايه المدنيه ورجال السلطه بطبيعه الحال، قياد مخدمين يعني كلشي خدامين ما شاء الله عليهم، يعني قايمين بالعمل ديالهم. اذا كما قلت لكم كاين مجموعه ديال المحرضين اللي حرضوا المحرضين، يعني الغرض ديالهم زعزعه الاستقرار ديال المغرب وزرع حتى الهلع بمعنى هذا. باراج اخر كما كتشوفوا معنا هنا في المدخل ديال هذا الشارع، هذا ثاني تروى الشارع كامل غادي هكا كما كتشوفوا معنا، بلا الدوريات ديال رجال الامن الوطني التي تجوب شوارع هنا ديال الناظور بطبيعه الحال. كما كتشوفوا معنا باراجات الناس خدامين بارك الله عليكم الشيخ، يعطيكم الصحة. كما كتشوفوا معنا المراقبة، يعني المراقبة صارمة بطبيعة الحال، يعني أي طوموبيل كتدخل الناظور كيشكوا فيها ولا شي حاجة راه كيراقبوها، يعني من غير الظاهرة تاع الحريق كما كنقولوا حنايا، لأن في هذه الحالات هذه راه في هذه الحالة هذه ماشي غير الحريق، راه كاين مجموعة تاع الأمور تقدر توقع، تقدر هيا واحد عاوتاني واحد السيارة تاع الأمن الوطني تسنى عليها دابا، حتى هي تجوب شوارع مدينة الناظور في دوريات، نتمنى أنكم تبارطاجيو معنا هذا المباشر هذا باش الناس اللي ناوية ولا اللي غرر بهم بهذا المعنى هذا تعرف بأنه راه ما كانش اللعب، ما كانش اللعب. دائما اركز على انه الصفحات ولا الاشخاص اللي داروا هذه الحمله التحريضيه هم ليس مغاربة، كاين شي وحدين اللي انساقوا مع هاد المجاهدين بطبيعه الحال، غرر بهم بهذا المعنى هذا، ولكن الاغلبيه كلهم يعني صفحات ديال غادي نقولوا ولا نقولوها الاخر، صفحات ديال كما كنقولوا حنايا فوكونت كما قال الزميل بطبيعه الحال. اذا حنايا في مدينه في الناظور هنايا نحاولوا باش اننا نشوفوا الاجواء
كيف دايره، حاولوا نوصلوا لكم الاجواء هنا بمدينه الناظور طبيعه الحياه. يعني الامور اذا كنشوفوا واحد السياره اخرى تاع الامن الوطني كما كنشوفوا معنا هايك ليها، هي تجوب شوارع مدينه الناظور. محمد حاول تشد، حاول تشد علاقه الى خاطر اللي صافي تدور وداك. اذا ها هي سياره اخرى ديال الامن الوطني تجوب شوارع مدينه الناظور طبيعه الحال. اذا قلت لكم انايا ما بقاش اللعب، ما بقاش اللعب. هذه سياره الامن الثانيه اللي شفناها في هذه الشارع. اذا كاين مجموعه ديال الدوريات التي تجوب هاد الشارع هذا، يعني هذا في شارع واحد في مجموعه ديال الدوريات. اذا تبارك الله رجال الامن الوطني وصلوا لهم الحياة، يعني قايمين بالواجب. هادشي هذا راه ماشي باليوم، يعني غادي نقدروا نقولوا حنا هاد الليله حاله سياسيه، ولكن الحمد لله بالطاقه الشرقيه سواء نهضروا على منطقه ولا مكان ولا ناظور خصوصا، يعني رجال الامن دائما يعني قايمين بالواجب ديالهم. اليوم البارح كانت واحد العمليه ديال القبض على المشتبه فيهم، اربع اشخاص وسيدتان، يعني تحجز عليهم المخدرات وحبوب وحويسه وفلوس ومجموعه من الامور. ورئيس هذه الشبكه هذه هو يعني عندهم مذكرات بحث وطنيه لا عند الدرك الملكي ولا عند رجال الامن الوطني. اذا حنايا بنية الناظور كنحاولوا اننا نغطيو من جميع الزوايا طبيعة الحال. ربيع كواش قال لك سياسة كبرانات الجزائر بخلق الفوضى في وطننا الحبيب. طبيعة الحال هذه راه باينة وراه قلناها، سياسة ديال الكبرانات وسياسة ديال السياسة ديال المخابرات الجزائرية بطبيعة الحال، اللي هي يعني قايمة بهذا العمل هذا. هضرنا لاحقا على أنه كل تكنة في المنطقة الحدودية ولا عندهم بيرو خاص بالعسكريين اللي يخدموا غير هادشي ديال البروباغندا ديال لاطاك ديال بلدنا الحبيب طبعا. احنا دائما كنحاولوا اننا اذا كاين سيارة اخرى ديال رجال الامن الوطني، ها هي يعني هذه ديال الشرطة القضائية ديال لابيجي. اللي كنشوفوا عناصر الأمن يجوبون مدينة ناظور بكل تلاوينها. كتشوفوا الدوريات، يعني كنشوفوا الدوريات ديال الشرطة القضائية ديال لابيجي، كنشوفوا لي باراج ديال شرطة السير بطبيعة الحال، السدود القضائية المراقبة هي. الأجواء هنا في مدينة الناظور مدينة جميلة جدا. Thank you.
الحمد لله الحمد لله راه كاين استضافيه كما كنقولوا هي كبيره، مع انه ما كاين والو ولكن ضروري تحسبا لاي اي اي طالب، لان كاين بعض المتهورين اللي مشاو مع هاد الاشاعات وهذا. الحمد لله البلد ديالنا بلد اللي امن. المدن الشاطئية ديال الشمال كلشي عندهم طاكسيات زوارق، الا مدينة نادو عندها طاكسي حمراء. لاحظتها محمد هذا؟ ها؟ طاكسي حمراء. مثلا الحسيمة عندهم طاكسي زرقاء، طنجة عندهم طاكسي زرقاء وفيها الشروطة صفر، قنيطرة طاكسي زرقاء، محطة، هذه المحطة ديال
المنتخبة عشان الأمن الوطني كما كتشوفوا معنا مراقبة صارمة. يعني أي واحد شكوا فيه بحال هاد الدراري هادو كانوا كي دايرين مراقبة. لا زالت تجوب شوارعنا.